السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ فاروق، معد كرة بلدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أستاذ عبد الناصر، تحية لحضرتك وكل السادة المشاهدين، ومنورنا دايما والله أستاذ عبد الناصر. الله يخليك. إلى قطر بقى ورسالة قطر النهاردة والاستعدادات بعد ساعات، الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الدوحة، مصر تلتقي الأردن في ربع نهائي كأس العرب. شفنا كمان النهاردة تونس وفوزها على عمان 2-1، وقطر وفوزها الكاسح على الإمارات 5-0 في شوط واحد. النهارده طبعا هنتكلم الاول على منتخبنا الوطني. النهارده كان في تدريب طبعا الاستعداد لمباراه الاردن بكره، تدريب كان قوي، وكان خلال التدريب كيروش فضل انه يريح الونش جزء من المران لانه حاسب بعض الاجهاد، فريح بعض الوقت او جزء من المران، لكن هو سليم وجاهز ان شاء الله باذن الله بكره. واحمد حجازي وايمن اشرف بيوصلوا العلاج التاهيلي ليهم بامر الله، وان شاء الله المباراه باذن الله الساعه 5 النهارده بتوقيت القاهره، وبامر الله اللي هيفوز هيقابل تونس، وان شاء الله الفوز لمنتخبنا بامر الله. كروش النهارده في المؤتمر الصحفي اتكلم على المباراه واتكلم في نقط كتيره جدا، والحوار كان طويل جدا معاه. اتكلم عن احمد حجازي واشرف واصابتهم، وقال ان شاء الله انا مش هغامر بيهم، وقال برضو دي نقطه اللي حيرت بعض الناس شويه، وقال انا بفكر ان انا ممكن ما جازفش بمحمد مجدي قفشه انه يلعب المباراه حفاظا عليه زياده اطمئنان عليه. فهنا بقى في نقطة، يعني هيلعب ولا مش هيلعب، الحتة دي هو رماها وما وضحش أكتر من كده. قال إحنا متحمسين إن إحنا نبقى موجودين هنا ونفوز، أنا عايز أستغل الروح المعنوية دي للحلم اللي أبعد من ده وهو تصفيات كأس العالم. أنا حلمنا دلوقتي أنا عايز أستغل اللعيبة اللي معايا دي اللي هي بتدي أقصى مجهود عشان نفوز بالمباراة ونفوز بالبطولة دي. الأردن طالما وصل لربع النهائي يبقى فريق قوي، والمباراة بينا 50-50، عندي لعيبة شباب في المنتخب وكلهم بيحاولوا يؤدوا أحسن ما عندهم، وأنا هستغل ده. البطوله دي هتكسبنا خبرات كبيره جدا، احنا لعبنا 3 مباريات لحد دلوقتي وخلاص احنا عدينا المرحله دي. منتخب الاردن انا عارفه كويس، اتغير عن اخر 3 سنين بقى منتخب قوي، ولكن يعني هنلعب المباراه بحسابات، الفوز مفيش غيرها. اتكلم في نقطه سالوها على المباراه ودي برضو حطوها معرفش ليه، واكيد حد من الصحفيين المصريين، لكن اتسال بيتقال له بالنسبه لتعارض كاس العالم للانديه مع كاس الامم هتعمل ايه؟ الراجل رده كان صريح وواضح وقال المشاكل دي بتحصل مفيش مشكله، لكن القرارات دي عامله زي العاصفه اللي هتحصل بعد كام شهر، فانت عايزني ارد على عاصفه لسه هتيجي بعد كام شهر؟ انا بتكلم دلوقتي على عاصفه اللي يقصد المباريات، يعني اللي خلال الاسبوع ده. احنا عندنا مشاكل الاسبوع ده وعندنا مباريات الاسبوع ده، ووقت ما هتيجي اللي العاصفه دي هنتعامل معاها، لكن انا متاكد ان هيبقى في حل، ولازم يبقى في حل للفيفا والكاف والانديه، لان اللاعب ببساطه مش هيطير ويلعب في مكانين في وقت واحد. مش هيبقى عندي ويلعب في نفس المكان في بطوله ثانيه ويلعب في بطوله ثالثه وفي بطوله رابعه، ده ما ينفعش وما يصحش، ولازم يشوفوا حل، واحنا في كلا الاحوال راضيين وان شاء الله نوصل لحل في الموضوع ده. في المؤتمر عمرو السوليه اتكلم وقال بيسالوه على النقد اللي بيتعرض ليه الفريق المنتخب برغم الاداء اللي بيأدوه، قال ان النقد جزء من كره القدم، ما فيش حاجه كرة القدم بالذات فيها نقد كتير، لكن النقد احنا يعني عايزين نقد البناء، مش النقد اللي يحسسك انك بتكره اللاعب معين او اللاعب يشغل نفسه بيك، الكلام ده ما بنحبوش. وانا في مسيرتي احنا بنركز في الكوره بس وما بنفكرش في اي حاجه تاني، واللاعب لازم يوصل لاعلى مستواه. احنا لغايه دلوقتي في البطوله حققنا اللي احنا عايزينه وتصدرنا المجموعه، ومع مرور المباريات ادائنا بيتحسن والكل يلاحظ ده. احنا اي 11 لاعب هيلبس التيشيرت هو هيبقى قدها، ولو اي لاعب وصل للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي دي، احنا دلوقتي مرحله كؤوس ومباراه خروج المغلوب ومفيش بديل عن الفوز. قال احنا اتكلمنا مع بعض انا واللعيبه وهدفنا التاهل لنصف النهائي، ومباراه بكره مباراه السبت يعني 50-50 وهنحاول الفوز بيها، وان شاء الله مباراه تونس مش هنفكر فيها دلوقتي. التشكيله عبد الناصر اللي جاي من الدوحه، تشكيل منتخب مصر ان شاء الله اللي هيكون بكره، حراسه المرمى هتكون محمد الشناوي بامر الله، خط الدفاع من اليمين للشمال عمر كمال، احمد ياسين، الونش واحمد فتوح، خط النص حمدي فتحي وعمرو السوليه، خط الوسط الهجوم هو ده اللي فيه كلام لحد دلوقتي لسه ما فيش استقرار، لكن فيه استقرار على عنصرين منه لو حسين فيصل ومحمد شريف. كلام المعسكر بيقول انك بعد كلام كروش ان قفشه ممكن يريح، فممكن يبدا بزيزو ومروان حمدي ومحمد شريف وحسين فيصل، وده كلام تاني بتقول لا ممكن يبدا بزيزو ومصطفى فتحي وحسين فيصل ومحمد شريف. هي هنا النقطه في تغييرين بس،
قفشه ومروان، مين هيبدا منهم او مين مش هيبدا. لكن التشكيل اللي حط خط النص ثابت، هو بس عنصرين اللي ممكن يتغيروا، يعني ممكن نلاقي قفشه وممكن ما نلاقيهوش، ممكن نلاقي مروان حمدي او ممكن لا، بس يعني غير كده التشكيل ثابت ان شاء الله باذن الله. الناحيه الثانيه مدرب الاردن بيتكلم بيقول طبعا انا عارف ان الفرصه المباراه فرصه للاعبين الجدد، ولكن منتخب مصر قوي، مش هننكر ده، منتخب مصر مش قليل، ده منتخب بوصل للمراحل النهائيه في كاس العالم، احنا هنلعب على قد امكانياتنا وان شاء الله نحاول نقدم اللي عندنا ونقاتل على المباراه. عجبني جدا يا استاذ عبد الناصر، استاذ محمد سماره رئيس بعثه الاردن عمل مبادره محترمه جدا، كان على قناه اون تايم سبورت وقال احنا هنتواصل مع بعثه مصر وهنطلب نعمل لفته لتكريم كابتن محمود الجوهري، لان كابتن جوهري هو يعني اللي دخل الكوره وعرف الاردن يعني ايه كوره، ووصل الاردن للمستوى اللي وصله، غير الفكر الاردني لكره القدم تماما ووصلنا للي احنا فيه. لكن الموضوع ده لازم موافقه من الاتحاد الدولي الفيفا، لان هو اللي منظم البطوله، وهنحاول ناخد منه الموافقه. وفي جانب المباراه قال لك احنا داخلين المباراه عندنا 15 لاعب بس، هم اللي داخلين المباراه لان عندنا اصابات كتيره جدا، فهيبقى 11 لاعب بيلعبوا فيه اربعه بس احتياطي، والمباراه نتمنى ان احنا نعمل اللي علينا. كمان يا استاذ عبد الناصر اللجنه المنظمه اعلنت ان الحكم اللي هيدير المباراه هو الهندوراسي هيكتور مارتينيز. الحكم ده هو كان حكم قبل كده الكاسه الذهبيه في الكونكاكاف، هو الحكم هيحكم مباراه مصر والاردن بكره ان شاء الله، النهارده يوم السبت، النهارده السبت ان شاء الله بامر الله. مباراه اليوم هتذاع على قناه بين سبورت وقناه الكاس القطريه وقناه اون تايم سبورت. حفيظ دراجي هيبقى على بين سبورت، سمير اليعقوبي على الكاس القطريه، وحاتم بطيش على الصوتيه الاولى اون تايم سبورت، ومحمد الكواليني الصوتيه الثانيه اون تايم سبورت. نخش بقى على مباريات النهارده، كان او مباريات امس الجمعه، مباراه تونس وعمان مباراه كانت قويه، ولكن يعني كانت من طرف واحد تقريبا، تونس مسيطره على المباراه، تونس اضاعت اهداف كتير، سجلت هدف في اول 17 دقيقه سجله سيف الدين الجزيري من عرضيه ولا احلى، وسيف الدين الجزيري ارتقى يعني ما شاء الله ارتقاء قوي جدا، وبالهد في المرمى الخالي احرز الهدف الاول. تونس سيطرت واضاعت اهداف كتيره جدا، ولكن المنتخب العماني فاجئ الجميع في الدقيقه 67 بهدف صاروخ من خارج ال 18 ليحرز هدف التعادل وسط ذهول الجماهير اللي كانت ماليه المدرجات النهارده، ولكن المنتخب التونسي خلال دقيقتين بالظبط احرز هدف التقدم من برضه فاول وعرضيه وراسيه من يوسف المساكني الهدف الثاني لتونس اللي انتهت بالمباراه، ولكن كان واضح جدا ان في مشكله في الدفاع العماني وخصوصا في العرضيات، اذا انتهت المباراه 2-1 وفوز المنتخب التونسي وصعوده لقبل النهائي وانتظار الفائز من مصر والاردن. طبعا احنا بنسلط الضوء على المحترفين المصريين او المحترفين اللي في الدوري المصري، سيف الدين الجزيري النهارده اتكلم وقال انا مبسوط بالاداء واتمنى ان احنا نكمل بنفس الاداء، وانا سعيد بالهدف اللي انا احرزته، وهدفي ان انا نحقق البطوله واكون هداف البطوله في نفس الوقت. فرجاني الساسي طبعا بعيد عن كلام الاستاذ علي شحاته اللي اتكلم فيه عن نقطه الزمالك، لكن هو بيقول انا بشكر جمهورنا واتمنى ان مصر اللي تقابلنا عشان تبقى مباراه قويه، واتمنى ان مصر تصعد كحبا في مصر، وثانيا انا نفسي اقابل المنتخب المصري مع منتخب تونس عشان تبقى مباراه تليق بفريقين عرب اقوياء. مدرب العمان قال لك منتخب تونس الافضل وتصنيفه الافضل، فمن الطبيعي ان هو يفوز، واحنا لعبنا وهم لعبوا على الاخطاء اللي كانت عندنا، واحنا لعبنا على قد امكانياتنا، وبارك للمنتخب التونسي. مباراه بقى التشويق والاثاره بجد اللي كانت اخر مباراه الساعه 9 كانت مباراه قطر والامارات، والمنتخب القطري يعني افترس الامارات في الشوط الاول 5-0 واكتفى بيهم، ولكن المباراه كانت قويه جدا جدا يا استاذ عبد الناصر من اول دقيقه، يعني الشوط الاولاني نعتبر مباراه لوحده، الثاني كان بسيط جدا، لكن الشوط الاولاني قطر جون في الدقيقه 6 هدف عكسي من علي السلمين المدافع، بعديها الدقيقه 28 المعز علي من ضربه جزاء، بعديها ابو علام خوخي من ضربه جزاء، بعديها عبد العزيز حادم من تسديده صاروخ في المقص في الدقيقه 44، بعديها المعز علي تاني في الدقيقه 49 في الشوط الاولاني الوقت بدل الضايع يهرب الهدف الخامس. هنا يا عبد الناصر انا نفسي احمل الهزيمه دي للمدرب، ان هو كان قاعد تقريبا كان نايم، لان اخطاء دفاعيه كارثيه تسببت على الاقل في ثلاث اربع اهداف من اللي حصل. اول خمس دقائق مدافع مش عارف يستلم الكره ويتعبل ويقع تخطف منه هدف اولاني، الهدف الثاني للمدافع كره عرضيه وبعيده ومفيش حد في ال 18 تخبط في يعني تيجي في ايده وضربه جزاء، هدف بعديها برضه خطا دفاعي وتخطف منه. لكن المدرب فين لما افتكر بين الشوطين راح عمل ثلاث تغييرات، الوضع اختلف تماما، عشان كده الشوط الثاني ما شفناش ولا هدف لقطر، لكن
طبعا هو اتاخر جدا، هو عامل زي اللي كان في خناقه وعمال بيتضرب ومش قادر يحوش على نفسه، وداخ دوخه كده عقبال ما خد راحته، كان خلاص الخناقه خلصت. هو ده اللي حصل بالظبط في مباراه قطر، وانتهت المباراه 5-0، وقطر اعتقد انها بترسل رساله قويه ان انا منتخب جاي وعيني على اللقب، ويعني ودي رساله لكل الفرق وخصوصا للجزائر او المغرب، ان انتوا مش هتقابلوا فريق هين، فريق قوي وعلى ارضه وسط جمهوره وعينه على اللقب. طبعا النهارده يا استاذ عبد الناصر كان في حاجه كويسه جدا حصلت النهارده واعلنوا عليها في قطر، ان النهارده المباراه شهدت حضور 63,493 مشجع، وده رقم قياسي في الحضور الجماهيري لمباريات قطر، وده الاعلى في تاريخ قطر. حتى هم اعلنوها ونزلوها في كذا جريده وقال لك ده اعلى حضور في تاريخ قطر في استاد داخل قطر، ان يحضر 63,439 واحتفلوا بيها بعد المباراه. من الاخبار برضو اللي هي كانت يعني زعلت بعض الناس، ان بعد المباراه كابتن عصام الشوالي اعلن على صفحته الرسميه وقال انا كنت اتمنى ان اتواصل معاكم في البطوله واستمتع بيها بالباقي فيها، لكن والدي مرض والدي ربنا يشفيه، والدي كئيبني وحتم عليا ان مع اكون معاه في اللحظه الحرجه دي، يا رب اشفيه واشفي كل مريض والحمد لله، القاكم قريبا. وقال اشكر اداره بين سبورت او بين سبورت على وقتها، على وقفتها جنبي، واتمنى التوفيق. واعلن خلاص ان هو كده دي كانت اخر مباراه يعلق عليها في كاس العرب. نخش بقى على اخبارنا المحليه ونبدا بالنادي الاهلي. النهارده يا استاذ عبد الناصر كان في مصدر بالكاف بيقول ان يعني تم خطابه بيتسال على خطاب النادي الاهلي وطلبه هو واتحاد الكوره بشان ازمه كاس الامم ومونديال الانديه. رد وقال المكتب التنفيذي في اخر اجتماع ما خدش قرار فيها ليه او ما اتكلمش فيها، قال لان ده امر طارئ وبيحتاج تنسيق الاول مع الاتحاد الفيفا، وبعد كده يبقى في اجتماع تاني بناء على خطاب النادي الاهلي وخطاب اتحاد الكوره، ووقتها يتم تدارس الموقف. لكن المكتب التنفيذي للكاف بيبقى بيدرس شؤونه فقط وليس للامور الطارئه. وقال اتمنى ان الموضوع يتحل في اقرب وقت ان شاء الله باذن الله. الكاف النهارده اعلن يا استاذ عبد الناصر عن موعد مباراة السوبر والاهلي والملعب، لان تم تغيير الملعب من ملعب جاسم بن حمد بنادي السد الى ملعب احمد بن علي في نادي الريان، وده احد ملاعب كاس العالم. ولما اتسال الموقع نزل وقال احنا غيرنا الملعب لان الاقبال على تذاكر مباراة السوبر عالي جدا وقوي جدا، فاحنا شفنا ان ملعب جاسم بن حمد، انا كنت ساكن جنب ملعب جاسم بن حمد وهو محترم كويس، بس ساعته صغيره. فقال الملعب ساعته صغيرة ومش هيكفي العدد، لأن العدد اللي في الانتظار المستنيين مباريات الأهلي والرجاء كبير جدا كبير جدا ومش هيكفي، فاحنا عشان كده خدنا غيرنا الملعب. تمام كده؟ تمام. تقارير مغربية النهاردة قالت إن الحكم اللي هيدير مباراة الأهلي، لكن ده مش رسمي، لكن التقارير المغربية قالت الحكم جان جاك نابالا الكونغولي هو اللي هيدير المباراة، وده كان حكم للأهلي مباراة صن داونز اللي الأهلي فاز فيها 2-0. تمام. قبل كده تمام؟ اللجنه خصصت المدرج الثالثه شمال لجمهور النادي الاهلي. النهارده باكد كلام حضرتك اللي قلته من فتره ان مفيش لا فايلر ولا غيره وان موسيماني مكمل. النهارده فايلر اعلن رسمي انه تعاقد مع نادي كاشيما انتلرز الياباني وخلاص راح يدرب فريق في اليابان، يعني مفيش لا اهلي ولا الكلام ده، كل ده كان فنكوش. ولا زمالك. تمام؟ تمام. ولا زمالك ولا اي حد، هو كان كله كلام في الفاضي يعني. النهارده بنقول الحمد لله على السلامه لاسلام جابر، الحمد لله المسحه سلبيه ورجع لتدريبات الزمالك، لكن ادوا له راحه النهارده وهو قاعد وان شاء الله باذن الله يبقى سليم. نخش بقى على اخبار المحليه الانديه بقى المصريه، او اول حاجه او قبليها النهارده بنقول يعني تريزيجيه بنقول له مبروك، دخل قائمه استون فيلا المباراه بكره مع ليفربول، للاسف هيلعبوا في نفس مباراه توقيت مباراه منتخب مصر، لكن الحمد لله على السلامه. بكره الحد يعني وبكره الحد ولا النهارده السبت؟ انا اسف السبت، النهارده السبت يا استاذ مصر، انا اسف. ماشي. النهارده السبت هيبقى مباراه استون فيلا وليفربول الساعه 5 في نفس توقيت مباراه مصر. تريزيجيه دخل القائمه، ستيفن جيرارد استعاده بعد ما لعب المباراه اللي فاتت وموجود في القائمه ان شاء الله بامر الله. الثالث مباراه لمنتخب مصر تتلعب في نفس ميعاد ليفربول، الثالث مباراه. بالظبط والله، يعني حاجه بالزعل والله، ناس كتير. لا هي صدفه بس بالدايا. هي صدفه. المهم النهارده بقى اخبار نادي الاسماعيلي، عندنا برضو كان خبر ليه قبل ما انا مع حضرتك، كان في كلام طلع ان الاسماعيلي بيفاوض اوستون اوموتو لاعب المصري، قال الكلام ده ما حصلش، احنا قبل الموسم كنا بنفاوضه عشان كان اخر موسم ليه، لكن الموضوع انتهى خلاص. تمام. علاقتنا باللاعب محمد الترهوني انتهت لان اللاعب ما حضرش لحد دلوقتي واحنا مش هنستناه، قالوا احنا عايزين لعيبه تبقى جاهزه تلعب معانا على طول في يناير، والصفقات احنا استقرينا عليها لكن مش هنعلن عنها، والمدرب موافق عليها وان شاء الله تبقى مفاجاه محمد حمص اكد برضه انه هيلعب دي واحده مع فريق الرائد السعودي يوم الاربعاء، وقال ان المدرب هيلعب المباراه دي بس وبيستكفي بيها،
والمدرب ماشي باداء كويس، وان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى حاجه محترمه بامر الله. طلع برضو كلام النادي الاسماعيلي على ان في الاسماعيلي عايز جاي من النادي الاهلي، فطلع كابتن حماده المصري رئيس اللجنه الفنيه بالاسماعيلي وقال احنا مرينا بظروف صعبه لكن ما حدش اتكلم على اجاييه. في لعيبه من الاهلي ممكن هنعوزها لكن مش من ضمنها اجاييه. طيب. احنا عايزين لعيبه تبقى جاهزه تنفعنا في المباراه. اخر حاجه بقى مع حضرتك قبل ما اختم، فاتح تريم المدير الفني لنادي جراتا سراي قال النهارده بعد المباراه ان احنا بننوي تفعيل بند شراء مصطفى محمد نهائيا من الزمالك، والكلام ده انتهى وخلاص، واحنا وانا بيقول انا بلغت رئيس النادي برغبتي في بقائه معانا وتفعيل عقده وبقائه معانا في جراتا سراي. شكرا يا استاذ فاروق. تحياتي لحضرتك يا استاذ عبد الناصر ولكل الساده المشاهدين.